بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي وبناتي طالبات الشهادة الثانوية الدينية، إخوتي وأخواتي المشاهدين والمتابعين لقناة التناصح الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستأنف مع طلابي وطالبات الشهادة الثانوية الدينية درس هذا اليوم من كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. فقد تكلمنا في الدرس الماضي على نهاية باب العدد، وهو بعنوان أسماء العدد التي جاءت على صيغة فاعل، وقد أكملناها وأنهيناها وضربنا أمثلة عليها. ثم دخلنا في آخر الدرس الماضي الممنوعة من الصرف، وقلنا الممنوعات من الصرف هذا من قبيل الأسماء المعربة، والاسم منه معرب ومبني لشابه من الحروف مدني، فالممنوع من الصرف من قبيل المعربات، والمعرب هو ما يتغير آخره بتغير العوامل كما وضحنا. ثم تكلمنا بفكرة عامة على الممنوع الصرف، على الممنوع من الصرف، وقلنا إن الاسم الممنوع من الصرف له ميزتان تختلفان عن الأسماء المعربة المصروفة. ما هما الميزتان؟ هما أنه لا ينون إلا لاضطرار أو تناسب، كما قال ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. والميزة الثانية أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، هذا خالف فيها الممنوع من الصرف، يخالف الأسماء المعربة المصروفة بشيئين تكلمنا عنهما، ولكن ربطا للدرس الماضي بالدرس الحاضر يتعين علي أن أذكر شيئا ولو قليلا عن بقية الدرس الماضي. تكلمنا أن الاسم الممنوع من الصرف قلنا له ميزتان، أو الميزة الأولى لا ينون إلا لضرورة شعرية أو تناسب بين الآيات، وضربنا أمثلة على ذلك. كذلك الميزة الثانية أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، إلا إذا وقع، إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. ثم كتبنا بيتا وطلبت منكم حفظه، وهو يجمع العلل التسعة، سواء لعلتين جميع وإلا علة واحدة تقوم مقام العلتين، للعالم شهاب الدين محمد بن النحاس النحوي الحلبي رحمه الله، وقد كتبتها على السبورة في الحصة الماضية، والآن أكررها شفويا فأقول: ابن النحاس جمع لنا وبارك الله فيه، جمع لنا العلل التي تمنع الاسم من الصرف التسعة، فقال: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، هذه علل تسع. طبعا زي ما قلت لكم أمس، أعطيت لكم دائرة على الممنوع من الصرف وعقدت لكم أسهما تحتها، فيه اللي يمنع من الصرف لعلتين، وفيه اللي يمنع من الصرف إيش؟ لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، فيه اللي لابد من وجود علتين. تو اليوم بناخده العالمية ومعها حوزة ثانية، العالمية ومعها يعني موانع أخرى ستة، ربما يعني بنتصرف شوي على ابن هشام بشيء من التصرف للتوضيح وللفائدة. فهنا الآن اليوم حصتنا هذه أو درسنا اليوم يعني بنبدو في الممنوع من الصرف لعلتين، العالمية ومعها علة إيش؟ أخرى. فانتبهوا معي، وأريد منكم قلوبا واعية وآذانا صاغية وحسن السماع،
والكلام موجه إيش خاصة لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الدينية، فمن أحسن الاستماع أحسن الفهم. ما يمنع من الصرف للعلمية ومعها موانع ستة، وذكرت ستة ليش؟ عارفين العدد، ثم نبوش نعاود نرجع للوراء. أول ما مانع من الموانع اللي هي تمنع من الصرف على العلمية ووزن الفعل. إذا اجتمعت العلمية ووزن الفعل هذا يمنع الاسم إيش عندها إيش من الصرف، أي لا يدخله تنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. بقى شي معنى وزن الفعل؟ أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، هو علم ولكنه أشبه الفعل في صورته. واضح كلامي؟ لأن الفعل فعل والاسم اسم، عارفين أنتم؟ واضح. الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن، والاسم ما لم يدل على زمن. واضح باهي؟ تو هنا الآن اللي بيخلي الأمثلة اللي تو عندنا احنا بندروها على السبورة، هذه ممنوعة من الصرف، اجتمعت فيها علتان اللي هن ايش؟ عالمية ومعها علة ثانية. البداية العالمية ووزن الفعل. ما معنى وزن الفعل؟ أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. على وزن خاص بايش؟ بالفعل. كأن تسمي رجلا ايش؟ قتل أو ضرب أو انطلق، خماسي مبدوء بهمزة الوصل، أو ضرب مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، اللي قلنا نائب فعل ده. واضح؟ لأن الفعل يكون مبني المعلوم يكون مبني المجهول، فإن كان ماضيا وبني المجهول ضم أوله وكسر ما قبل آخره. واضح؟ ما نبوش احنا نجيبوا حاجات على حساب حصتنا. فمعنى وزن الفعل، تو العالم عارفين أنتم، اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنقا، الذي يعين مسماه ويبينه هو العلم. قد يكون علم لأشخاص ولزمن إلى آخره، ولمكان ولمدن ولبلاد. وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، وما فيش داعي لنكتب لكم إلا أنت سميت رجل يعني رجل سميته أطلقت عليه يعني إيش؟ بأنه قتل. لو قتل هذه تشبه إيش؟ ضرب وكرم، ولا لا تشبه فعل، ولا ما تشبهش. كذلك سميت رجل آخر ضرب، ضرب هذا كأنما فعل ماضي مبني المجهول، ولا لا؟ علم وضرب وقتل إلى آخره، ولعن وسمع وفهم. فهذا إذا كان سميت الرجل إذا قتل أو شرد أو انطلق افتراضا، يعني هو رجل علم لكن إيش سميته بقتل، أطلقت عليه علم اللي هو قتل وضرب وانطلق، هذا على طول منع من الصرف. لماذا؟ لأنه أول مرة علم، هذا مانع الأول. المانع الثاني لأنه جاء على صورة الفعل، أشبه الفعل بصورته. كذلك عندنا ثاني حاجة ثانية وزن الفعل، أن يكون فيه زيادة، أن يكون فيه زيادة ومساوي للفعل في وزنه. تو كلمة أحمد دي علم، علي ولد يقال له أحمد أو رجل، فأنت لما تسميه أحمد ده كأنك أنت، أنا أحمد الله، أنا أحمد، حمد يحمد أحمد، مزيد بالهمزة أحمد. فكلمة أحمد يا أحمد أنت ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنك علم أولا، ولأنك جيت على صورة إيش؟ الفعل، على وزن الفعل أحمد. واضح؟ كذلك سمينا مرأة نرجس، كذلك ممكن نسمه إيش؟ تغلب، قبيلة عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة، أو تدمر مدينة في سوريا. فهذا ما فيش داعي نكتب الأمثلة لأنكم أنتم إيش؟ يعني كلامي واضح. لما يكون العلم على وزن الفعل يعني يكون الاسم جاء على وزن من أوزان إيش؟ الفعل. واضح كلامي؟ أو أن يكون فيه زيادة كالزيادة التي تدخل على الأفعال. عارفين الزيادة أنتم؟ هناء وتسليم، ولا سألتمونيها، وإلا اسم التضعيف.
وانتم الصرف عارفين الزيادة تكون بشيئين، إما بحرف من حروف هناء وتسليم أو بالتضعيف عند الصرفيين أهل التصريف. فهنا وزن الفعل يكون الاسم يعني جاء على وزن خاص بالفعل في ظاهره مش في معناه، واضحوا؟ كأن نسمي رجلا ضرب أو أن نسمي رجلا انطلق، خماسي مبدو بهمزة الوصل، واضح؟ أو نسميه استخرج افتراضا يعني. فلما أنت سميت هذا الرجل انطلق ولا سميت ضرب أو قتل، هنا خلاص منع من الصرف. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أولا هو علم، وقلنا العلم بروحه راه ما يمنعش من الصرف. كثير من الأعلام ليست إيش ممنوعة من الصرف بل هي مصروفة، لأن لم تجتمع معها علة أخرى. تو درسنا اليوم لابد من اجتماع حاجتين، علم ومعها مانع من موانع الخمسة اللي زي المانع الأول اللي هو وزن الفعل. يكون علم ويكون جاء على صورة الفعل في ظاهره، واضح كلامي؟ إما في الزيادة أو إيش في الظاهر الثاني اللي هي كأن تسمي، يكون على وزن خاص بالفعل. هذا واضح أظني ولا مش واضح؟ العلمية وزن الفعل، ومعنى وزن الفعل أن يكون الاسم جاء على وزن خاص بالفعل، مثل أن تسمي افتراضا رجلا بقتل أو تسميه بضرب مبني المجهول أو ما لم يسمى فاعله، أو أن تسمي رجل انطلق، هذا على طول لما تدخل العلمية وهو جاي على وزن على صورة يعني وزن الفعل. قتل كأن قلت كرم علم فعل، واضح؟ أو قتل أو ضرب كأن قلت إيش فعل ضرب قتل لعن. أو في زيادة زي زيادة اللي هي تاع الأسماء، زيادة الهمزة أو غيرها من الزيادات من العشرة الثانية من حروف الزيادة سألتمونيها، واضح هذا أظني؟ فأحمد ممنوع من الصرف ليش؟ لكونه علم وكونه جاي على صورة وزن الفعل. أحمد وكأني قلت أنا أحمد الله، لكن إذا أضفت أو أدخلت عليه هذا خلاص يجر بالكسر، مررت بالأحمد أو مررت بأحمدكم إلى آخره. كذلك مثلا زي تغلب وزي نرجس، هذين أعلام كلها، واضح؟ هذا رقم واحد، العلمية ووزن الفعل. اثنين، العلمية والتركيب المزجي الغير مختوم بويه، كلمة ويه المركبات عند النحاة والصرفيين ثلاث، في تركيب إسنادي وفي تركيب مزجي وفي تركيب إضافي. احنا بنستبعدوا التركيب الإسنادي، بقول عاد بيع لحالك رانا ما تخش معنا ممنوع من الصرف، زي شاب قرناها فتح الباب جاد الحق يعني تعبط شرا، هذا شاعر جاهلي من العدائين قالوا يسبق في الخيل، وعارفين انتم الشنفره وسليك بن السلكه وعروه بن الورد اللي قارين الادب الجاهلي لشوقي ضيف او غيره يعني الكتب الاخرى، يعرفوا العدائين والصعاليك اللي هم ايش مشهورين في الادب العربي، من ضمن تأبط شرا، هو قالوا سبب تأبط شرا ان اصحابه نشدوا عليه في الحوش، قالت لهم أم تأبط شرا وخرج، يعني سيفه قال لك واتي لله، هم كانوا قطاع طرق وكانوا الله غالب يعني الاغنياء استحوذوا عن الثروه. هذا اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنم. فالجاهليه كان عندهم فساد في توزيع الثروات وفساد، يعني نشأت طبقه غنيه استحوذت على المال وطبقه ثانيه حرمت، فهم داروا ثوره كما نقول زي عروه وعلى الاغنياء فيقوموا بالغارات عليهم، من ضمنهم تأبط شرا هذا، تأبط شرا هذا قالوا يسبق في الخيل من العدائين من الشنفر، عارفين الشنفر انتم؟ عارفين لامية العرب ولامية العجم الادب العربي. فهنا تأبط شرا هذا مركب ايش؟ اضافي، مركب اسف مركب اسنادي، تأبط شرا بنستبعدوه. ليش؟ لان من المحكيات في باب في النحو اسمها الحكايه من سوره المؤمنون، انت بتحكي كما هو ما تدخلش الاعراب عليهم في الفاظ واشياء في اللغه العربيه ما يدخلهاش الاعراب باي حال من الاحوال، من ضمن المركبات الاسناديه بتحكيها كما هي، يبقى ما دام بتحكيها كما هي ما يعني لا نحكم عليها بان معرب ولا مصروف ولا غير مصروف، احنا بنحكوها كما هي
هذا بتخش معنا، يبقى أبعدنا المركبات الإسنانية زي تعبط شرا وشاب قرناها وفتح الباب وجاد الحق، ما تدخلش معنا. ليش؟ لأنها تحكى كما هي. واضح؟ عندنا مركب ثاني بنستبعدوه اللي هو المركب ايش؟ الإضافي. لأن الإضافي المركبات الإضافية تجر بالكسرة، واحنا اللي معانا اليوم درسنا اليوم هذا يجر بالفتحة نيابة عن الصرف، بنقول له دب على حالك. جميع المركبات الإضافية هذه بنقول له لا، بنقول له خب أنت ما تخشيش معنا، لأنك أنت الحقيقة راك أنت مضافة والإضافة تقتضي الجر بالكسرة على الأصل. واضح؟ واحنا موضوعنا الأسماء التي تجر بالفتحة. بعدين نخش مزالت المركبات الإسنادية أبعدناه، مركبات الإضافية أبعدناه، بيخش معانا المركبات المزجية. المزجية عندنا لها شروط، مركبات المزجية عندنا لها إيش؟ شروط. شرط واحد هو لابد المركب المزجي ما يكونش مختوم بكلمة ويه، لأن المركبات المزجية في اللي مختوم بكلمة ويه زي عالم أستاذ النحو سيب ويه، سيب ويه رائحة التفاح، هو رجل عالم فارسي، بشوف انت فضل عاجم على اللغة العربية، رجل فارسي والفرس معروف أمة بروح شعوب فارسية اللي هي إيران تو. فهذا الرجل دخل إلى الإسلام وتبحر في العلوم وأصبح إيش؟ أستاذ النحو بالإجماع، أول من ألف في النحو كتاب اسمه الكتاب. فهذا سيبويه اللي هي باللغة العربية سيبويه رائحة التفاح، بنقولوا له أنت مركب مزجي ولكنك ما تخش معنا. قال ليش؟ ما هو قلت المركبات المزجية، لكن إحنا قلنا العلم والتركيب المزجي اللي هو غير مختوم بوي، لأن عندنا ثلاث شروط في هذا. فرقم اثنين عندنا فيها ثلاث شروط، لابد يكون علم ولابد يكون مزجي ولابد ما يكونش مختوم بوي. إذا ختم بوي هذا يبقى مبني على الكسر، وإحنا موضوعنا وبابنا هذا وموضوعنا هذا يجر بالفتحة، ما فيش شيء بناء، باب إعراب. الممنوع من الصرف من قبيل المعربات، المعرب هو ما لا يشبه الحرف والمبني ما أشبه الحرف. فإحنا موضوعنا هذا الممنوع من الصرف من قبيل إيش؟ من قبيل المعربات لكنها غير المصروفة. والتركيب المزجي اللي هو مختوم بويه هذا يبنى على الكسر، لا المبني مبني والمعرب معرب، ما تدخلش شعبان في رمضان أنت. واضح؟ هو يبقى إحنا رقم اثنين هو المفروض أن نكتب حتى الأمثلة هذه، لكن ليه بخاطر طلبة يكونوا إيش؟ على مستوى من الذكاء، أرجو أن يفهموا معي أو يفهموا مني. العلمية والتركيب المزجي اللي هو غير مختوم بويه، يبقى استبعدنا المركبات الإضافية. لماذا استبعدناها؟ لأنها من قبيل المحكي، وفيه موضوع قلنا في اللغة العربية في النحو اللي هو الحكاية، يعني الحكاية ما تصرفش فيها أنت، ما تدخلش فيها الإعراب، ترفعها بالضمة وتجرها بالكسرة وتنصبها، لا احكيها كما هي. واضح؟ فهنا الإضافية المركبات الإسنادية هذه من قبيل المحكي ما تدخلش معنا، كذلك المركبات الإسنادية قلنا من قبيل المحكي، آسف، من قبيل المحكيات تروى كما هي لا يدخل إعراب ولا بناء. كذلك قلنا المركبات الإضافية تقتضي إيش؟ الجر بالكسر. الإضافة، لأن الجر في اللغة العربية على ثلاثة أنواع، اثنان مشهوران وثالث ضعيف، الجر يكون بحرف الجر أو بالإضافة، وأما بالمجاورة هذا جحر ضب خرب، هنا تأولوه العلماء وضعفوه كذا وغير فيه مقال، ليس محل هنا. يبقى عندنا رقم اثنين العلمية والتركيب المزجي اللي غير مختوم بوي، مثل شنو؟ طب المثل الأول خاص بالفعل زي كأن تسمي، خلينا نرجع للخلف، كأن تسمي رجلا ضرب أو بتسميه قتل، معليش نقلناكم من الخلف لأن ما ضربناش أمثلة، كأن تسمي رجلا ضرب أو قتل. طب هنا ضرب هذا أشبه الفعل المبني المجهول، كذلك قتل أشبه الفعل الثلاثي اللي هو مضعف، كذلك في الأسماء اللي هي فيها زيادة الأعلام اللي في أولها تشبه زيادة الأفعال. وواضحه
وتساوي لها في الميزان الصرفي. والميزان يتبع الموزون، الموزون يتبع الميزان. واضح انتم اللي قارين الصرف. باه. او تسمي رجلا احمد، او تسمي رجلا احمد، او تسمي بنتا ايش نرجس، والا تغلب. تو هذين ممنوعات من الصرف كلهن، سواء ضرب والا قتل والا انطلق. ليش؟ للعالميه وزن الفعل، اشبهت الفعل. تو ضرب اشبهت الفعل اللي هو ايش؟ ضرب والا علم والا قرئ. وزي قتل اشبهت الفعل اللي هو شرد وعلم ورتب. كذلك تكون فيه زياده زي زياده الافعال. زي احمد، تو انا احمد كاني قلت انا احمد الله حمد، مش هذا الفعل مجرد؟ زين حط لها همزه التعديه، حمد الله، حط لها همزه الزياده من حروفها همزه تصبح احمد. فانا احمد ممنوعه من الصرف، لماذا؟ لانك علم ولانك انت جيت على وزن من اوزان الفعل المزيد بحرف. كذلك نرجس كاني قلت نقرا. كذلك تغلب، تقتل من باب نصر. علماء عندهم شرائح، شرائح الافعال، في اللي من باب نصر اللي هي مضموم العين في المضارع، فالى اخره. هذه باختصار اللي هو العالميه وزن الفعل. خشينا العالميه والتركيب المزي اللي يخش معانا، سيب اللي يخش معانا اللي هو بعلبك، بعلبك مدينه في لبنان، حضر موت مدينة في اليمن، بورسعيد مدينة في مصر، أفغانستان وغيره اللي منتهيات بالألف والنون، هذا كلهن خشن دول شرق آسيا. فهذا لما نقول لك بعلبك، جاء بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. خيرك انت الان، اولا لغيت منها التنوين وجريتها بالفتح، لان بعلبك هذه ممنوعه من الصرف لسببين، لعلتين اللي هي العالميه والتركيب المزي. لان شو التركيب؟ ترى المركبات اللي سموها راه كل واحد عنده مصطلح. اطلعوا على كتب النحو وغيره والمعجمات تلقوا الكلمه التركيب المزي اشاره الى ان كلمتين كانتا في الأصل منفصلتين، ثم من خلال تداول على الألسنة وتكرارها امتزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة. زي بعلبك أصل بعل وبك لها معنى، يفهموها أهل الشام. بعلبك في الأصل، في الأصل بعل لا معرقة، وبك كذلك. بورسعيد يبدو أن مطار وإلا ميناء وإلا. كذلك حضر موت، دايري لها قصه ان لما وصل لي حضر، هذا حضره الموت المدينه هذه الى اخره، والله اعلم بحقيقه الحال. فاحنا اللي بنفهموه ان بعلبك هذه ممنوعه من الصرف، لماذا؟ لانها علم ولانها مركب مزجي لم يختم بكلمه ويه. كذلك عندنا حضر موت، حضر موتى، مررت بحضر موتى. ليش ما تقولش بحضر موت؟ قال لك لانها ممنوعه من الصرف. لماذا؟ لأنه شنو؟ علم ولأنه ايش؟ يعني مركب مزجي. ترد بالك يجيب لك مركب مزجي وما تبرق، انظر ليه. إذا لقيته مختوم بويه هذا بني على الكسر. سيب ويه، نفط ويه، خال ويه، هذا عالم نحوي. نفط ويه صارت مشادة بينه وبين ابن دري. نفط ويه هذا هم علماء زوز نحاته، بس ابن دريدة حتى في المعاجم مفوق عليه، علي نفطوي حتى في المعاجم عنده فصارت مشادة وسوء تفاهم. أما لهجاه ابن دريد، هجاه نفطوي، قال أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. ابن دريد يعني هجا نفطوي، عالماني طبعا بناتهم حسد، تحاسد صاحب صنعتك عدوك كما يقال في اللهجة. فهم علماء زوز، علماء نحو كذا وغيره،
فابن دريد هجاء ايش نفطوي، قال احرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. وي فانا زي سيبويه ونفطويه وخالويه وعمرويه كله مش ممنوع من الصرف. تمام مركب مزي، قال مركب مزي لكن قلنا مختوم بويه، واحنا شرطنا ثلاث شروط، الشرطين الاولات مشن لكن الشرط الثالث اختل، فماذا اختل؟ خليه مبني على الكسر. واضح؟ يبقى اللي يخش معنا بعلبك تخش معنا، حضرموت تخش معنا، بورسعيد تخش معنا. واضح هو؟ بخت نصر تخش معنا. ملك جاي من العراق، جاي لليهود قتل منهم 70,000 وخرب بيت المقدس. واضح في التاريخ القديم هذا. هذا بخت نصر، اصله بخت نصر. مركب مزي. هذا ممنوع من الصرف. ليش؟ لان شروط الثلاثه هذينا يعني تحققا فيه. فكلمة سيبويه ونفطويه صحيح مركب مزي وصحيح علم، لكن في شرط ثالث لم يتحقق. شنو الشرط الثالث؟ اللي هو انه ختم بويه، واحنا شرطنا لابد يكون علم ومركب مزي ويكون غير مختوم بويه. فبعلبك تخش معانا وحضرموت تخش معانا وبورسعيد تخش معانا. والمركبات الاضافيه نستبعدها، الاسناديه نستبعدها، قلت لكم انا الاضافيه لانها تجر بالكسره، واحنا موضوعنا هذا يجر بالفتحه مش معنا. الاسناديه زي فتح الباب وجاد الحق والا شاب قرناها والا، حتى المعاني مش معروف، شاب قرناها والا تأبط شرا، قلت لكم عليه اعطيتكم فكره موجزه عليه، واللي قارين الادب العربي الجاهلي عارفين. باهي هنجو بعدين لرقم ثلاثة العالمية والعجمة. لابد يكون علم ولابد يكون ايش؟ أعجمي. شو معناه؟ أن يكون وضعه من الأسماء الأعجمية. يكون اسم، يكون علم في لغة ايش؟ الأعاجم. هذا معنى العجمة، أي يكون ايش؟ هذا الاسم او هذا العلم يكون ايش؟ موضوع من الاسماء اللي غير عربيه. وطبعا احنا في القران الكريم في اسماء عربيه وفي اسماء غير عربيه، فابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب هذه اعلام لكنها اعجميه لان هذه غير عرب. معلش اسماعيل دي ام عربي من العرب المستعربه، لان العرب ينقسموا زي ما حكى في السيره عندكم عرب بائدة وعرب مستعربة. فسيدنا إسماعيل هذا العرب المستعربة لأن أمه من بني جرهم قبيلة عربية، ولكن أبوه سيدنا إبراهيم الخليل عليه أفضل وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام هذا أعجمي. فهنا شي معنى العالمية أي أنه علم، والعلم قلنا لكم عليه. وابن مالك هنا أوضح لكم اسم يعين المسمى على اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنقة، أو جعفر وخرنقة هذا أعلام لأن حددت منه جعفر هذا علم علم مذكر به، ويكون أعجمي يكون جاي إيش من لغة أعجمية. واضح؟ هذا العجمة. لكن طبعا في تفصيل الكلام هذا، ما يجينيش كل علم أعجمي إنما من عام الصرف، لا. رقم واحد بشروط هي أن يكون علما في لغتهم. أنت اللي بتجيب لنا اللغة العربية هذا العلم الأعجمي، يكون علم في لغتهم هم، ما يكونش اسم جنس وتجيبه. لا أنا والله كلمة لجام هذا الشكيمة بالله نقولون ما تقاد به الدابة، الدابة آسف، هذا بنجيب أني اسم جنس في لغة الأعاجم وبنسمي به رجل لا أصرف طول. هذا لجام ومررت بلجام، تليش يا رجل ما هو كان أعجمي، أعجمي صحيح لكن ليس علما في لغتهم، أنت صرفت فيه، أنت نقلت من اللغة الأعجمية إلى كان اسم جنس في اللغة الأعاجم وبعدين سميت به رجل صرفت فيه، لا هذا يصرف. فكلمة لجان لجام وديباج نوع من الحرير والاستبرق، فهذينا لما تدخلهن على اللغه العربيه تصرف فيهن، يعني من اسم جنس بتجيبه تجره من لغه العاجم اسم جنس وتطلقه على رجل وبتسمي به
رجل لجام، هذا بتصرف، هذا لجام، ومررت بلجام، هذا ديباج. لماذا؟ لأن ما خليتاش عليه على علي أصل الوضع، صرفت فيه لا أصرف. اثنين، احنا شرطين، احنا قلنا شروط لكن شرطين، أن يكون العلم زائدا على 3 أحرف، ما زال عندنا شرط في العلم، يكون علم زائد على 3 حروف. إبراهيم تخش معنا، طبعا أسماء الأنبياء عارفين كل معاجم إلا 4، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود، هذه ما أسماء مصروفة وعربية قحة. وأما باقي الأنبياء ما يجب علينا حفظ 25، 25 نبي ورسول لابد من تحفظه، و10 من الملائكة لابد تفهمه. أنت كمسلم يجب على كل مكلف، يعني هو الصحيح أنه ما يعلم، لا يعلم عددهم إلا الله، في من قال 313 رسول وفي من قال عدد الأنبياء، ولكن المشهور أنه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليه. لكن إيش يعني، إحنا المطلوب منا كمسلمين مكلفين نفهموا إيش ونحفظوا 25 نبي ورسول مذكورين في تلك حجتنا سورة الأنعام، والبقية في باقي الآيات. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إلى آخره، لابد تحفظهم. باهي طبعا العلمية والعجمة يكون علم في لغتهم، ما تصرفش فيه أنت، ما يبداش اسم جنس وتجيب أنت للغة العربية، تجر اللغة العربية وتطلق عليه الرجل اسم لجام وإلا ديباج، بعدين يبقى يصرف لأنك أنت صرفت فيه. لا، خليه علم، ينقل علم من غادي ويبقى علم في اللغة العربية كما هو بدون تصرف. اثنين، لابد العلم منه يكون زايد على 3 أحرف، فإن كان ثلاثيا أوسطه ساكن يجوز فيه الصرف وعدمه. احنا بنخالف ابن هشام، لأنني قلت لكم ابن هشام مرة يزلق، والكمال لله سبحانه وتعالى. فهنا الآن شي قال ابن هشام؟ قال راه العلم يكون زايد لما يكون أقل من 3 حروف، لما يكون أقل من 4 حروف، 3 وأوسطها ساكن يجب صرفه، وبعد صفحتين نجده يقول لا يجوز صرفه وعدمه، والكمال لله سبحانه. لو بتدقق وبتحقق ما تلقى حد موفق كما يقال، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. فابن هشام هنا قال راه إذا لقيت العلم مكون من 3 حروف أوسطها ساكن يجب صرفه، ومن زعم من النحاة أنه يجوز فيه الأمران فهو غير مصيب. وبعدين نجده في آخر باب الممنوع من الصرف يقول ايش يجوز فيه الأمران، لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، والكمال لله سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، وهو الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهنا العلمية لابد تكون ايش، تكون علما في لغتهم، العالم اللي بنمنعه من الصرف. تو إبراهيم تخش معنا، ربي سبحانه وتعالى شو قال؟ إن أولى الناس بإبراهيم، ها هو ليش ما قالش إن أولى الناس بإبراهيم؟ لأن إبراهيم هذا علم وأعجمي، الشروط ماشية مع 100%، شرط هذان الشرطان يعني منطبقان على كلمة إبراهيم، فبنمنع من الصرف. إسحاق بمثله، يعقوب بمثله، إسرائيل بمثله. تو إسرائيل دروا اللي هي الدولة المزعومة، لا صحيح أن فلسطين المحتلة ولا يقال إسرائيل، لأن إسرائيل في الأصل هو أبو اليهود اللي هو إسحاق، واضح. فأنا ممنوع من الصرف، إبراهيم ممنوع من الصرف، إسماعيل بمثله، يعقوب بمثله، إسرائيل بمثله، سليمان بمثله. سليمان راه مش نقولوا علم مختوم بالالف والنون، كون علم وكون اعجمي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. خير قال ربي لسليمان، لان سليمان هذا اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى التحكم في الريح، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، هذا سيدنا سليمان دعي ربي كما
دعي الخليل ابن أحمد، مع الفارق يعني، هذا نبي ورسول وهذا الخليل ابن أحمد، لما طاف بالبيت سبعا دعا الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بعلم لم يسبقه إليه سابق ولا يلحقه إليه لحق، ففتح عليه بعلم العروض. سيدنا سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله التحكم في الريح، يرفع عليها في جنوده بساط الريح، الجنود متاعه يحط فيهم على الريح ويغزو بهم الكفار، هذه ميزة أعطاها، استجاب الله دعاءه. فنقصد أن وحشر لسليمان، سليمان لأن زايد على ثلاثة حروف، أي علم أعجمي، أي علم أعجمي زايد على ثلاثة حروف ويكون علم في لغتهم وبندخلوه علم عندنا احنا بدون تصرف، هذا يمنع من الصرف. واضح النقطة ولا مش واضح الأمر هذا؟ العلمية والعجمة، أن تكون على وضع من الأوضاع الأعجمية، أو أن يكون علما في اللغة الأعاجم، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، فإن كان أقل من أربعة أحرف حتى علم أعجمي أصرف. إنا أرسلنا نوحا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، تخير آل لوط أو يعني جريناه بالكسرة ونوناه، كيف ما هو علم وأعجمي؟ قال علم وأعجمي لكنه مكون من ثلاث حروف أوسطها ساكن، لكن كانوا ثلاث حروف أوسطها متحرك، في مقال تو بناخذوه القدام بعون الله مش منخلطوش. واضح؟ يبقى العلم الأعجمي اللي مكون من ثلاثة حروف أوسطها ساكن يجوز صرفه ويجوز منعه. وفي القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، تو لو كانوا لنوح ممنوع من صرفه، ربي قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لكن قال ربي نوحا تنوين، والتنوين نون زائدة ساكنة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا، وهو علامة من علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند، شننا للاسم تمييز حصل، هذه اللي سقناها في السابق قال للاسم تمييز حصل، هدينا علامات الجر علامات الاسم. فالتنوين هذا لا يدخل الممنوع بالصرف، الممنوع من الصرف بأي حال إلا لاضطرار وتناسب. فهنا نزيد نعاود العلمية والعجمة بشرطين، احنا قلنا بشروط لكن هو الصواب بشرطين، بشرطين اهو نعدله. بشرطين اللي هن ان يكون علما في لغتهم، في لغة الأعاجم قبل ان تدخل اللغة العربية، وأن يكون العلم زائدا على ثلاثة أحرف، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، إسرائيل إلى آخر سليمان، إلى سليمان فنستريح، سيري عانقا فسيحة إلى سليمان فنستريح، شاهد من شواهد ابن هشام سابق باه. أن يكون به، وإذا كان إذا كان الجناء علم وأعجمي ولكن مكون من ثلاث حروف، وخاصة إذا كان وسط ساكن أصرف، بمعنى نونا: إنا أرسلنا نوحا إلا آل لوط نجيناهم بسحرة، سحرة دي ممنوع من صرف تناخذها، يبقى تو خذينا قديش؟ خذينا الممنوع من صرف العالمية ومعها موانع ثلاثة: عالمية وزن الفعل، عالمية والتركيب المزي اللي غير مختوم بويه، عالمية وعجمة. باهي نجي ناخذ والتعريف، العالمية والتعريف لابد يكون علم ويكون معرف، طبعا الضمائر بنحولوها، أسماء الإشارة بنحولوها، أسماء الموصولة بنحولوها، ليش؟ لأنها مبنيات، احنا موضوعنا هذا الممنوع من الصرف المعربات. به كذلك اللي هو معرف بأل وإلا مضاف بنستبعدوه، ليش؟ لأنه مجرور بالكسرة، واحنا موضوعنا صاحبنا هذا موضوعنا اليوم قال لا راني جر بالفتحة، يبقى شيء نستبعده من الشرط هذا، نستبعده منه الضمائر بأجمعها، الضمائر عارفين أنتم ما يدل على المتكلم، أنا للمتكلم وحده ونحن للمتكلمين ذكور ونساء وللمعظم نفسه،
وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم هن. ضمائر المتكلم أنا ونحن، والباقي للمخاطب أنت أنت أنتم إلى آخره، والأسماء الموصولة عارفينها، إحنا ما نبوش نضيع الوقت في على حساب حصتنا. يبقى هذا التعريف بالعالمية، عالمية وتعريف، يعني لابد يكون العالم يكون معرفة. تو كيف أنا حكيت لكم قصة المبرد أمس، ما نبيش نعاودها يعني. واضح؟ تلميذ اللي ما عرفهاش قال له أنت عثمان صحيح، ولكنك انصرف تصرف لأنك أنت غير معرفة، يعني ما نعرفكش طالب جديد. فلهنا يبقى التعريف بالعالمية هذا مانع رابع من الموانع التي تمنع الاسم من الصرف أو من التنوين. واضح النقطة؟ وقلنا هذا الرقم رقم أربعة استبعدنا منا الضمائر بأنواعها، والأسماء الموصولة بأنواعها، والأسماء الإشارة بأنواعها. واضح؟ وكذلك المعرف بأل ذو الأداة هذا، ولأنه يجر بالكسرة، وكذلك المضاف لأنه حتى يجر بالكسرة، فلم يبقى إلا التعريف بالعالمية. واضح؟ زي عثمان إذا كان علما مختوما بألف التأنيث بالألف والنون الزائدتين، لأن من عثم العظم وينجبر على غير السواء. يبقى هذا وضحناه. نجي بعدين خمسة، العالمية وزيادة الألف والنون، وهذا زدناه على ابن هشام، مش أدعي أن يعلم منه، لكنه سهاء المفروض يجيبها الستة على بعضها، العالمية ومعها حوش ثانية. وهناك يعني فرق بين النحو القديم والنحو الجديد. النحو الحديث هذا بصورة مقننة، وعارفين أنتم قارينا في الابتدائي والإعدادي، وقارينا لابد من يجيب لك إيش أول شيء، بيجيب لك الأمثلة، وبعدين بيجيب لك شرحها، وبيجيب لك القاعدة في سورة مستطيل، وبعدين بيجيب لك أسئلة عليها. هذا ابن هشام والكمال لله ذكر ستة من الممنوع من الصرف أو خمسة فقط، وغفر عن صرف، وذكره في آخر الكتاب في آخر الموضوع. فإحنا بنرتبوهم بالترتيب لكي يسهل على الطلبة والطالبات فهم الموضوع. العالمية وزيادة الألف والنون، قلنا اللي يمنع من الاسم العلم من الصرف مش ليكون علم بس، لابد يكون علم ويكون نهاية إيش يعني حاجة ثانية مانة ثانية. فهنا الآن عالمية وزيادة الألف والنون، العالمية وزيادة الألف والنون زي عثمان، زي رمضان، نحن في شهر رمضان، ربي قال شهر رمضان، خير ما قال شهر رمضان، لأن رمضان هذا الألف والنون علم على شهر معين. نحن في ثلثه الثاني ابتدأنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يكتبنا ممن صامه إيمانا واحتسابا. فهنا رمضان ممنوع من الصرف، ليش؟ لأن أصلا من رمضة، يعني قيل إنه فرض في الرمضاء، وقيل إنه يرمض الذنوب يعني يكفرها. واضح على أقوال العلماء. لماذا سمي رمضان؟ لأنه فرض في الرمضاء، فرض في شهر حار في الصيف يعني. واضح هذا قول، وبعضهم قال لا لأنه يرمض الذنوب يكفرها إلى آخره. فهنا رمضان ممنوع من الصرف لأن الألف والنون زائدتين، لأن أصل رمضة عثمان، شي أصلها عثمة، عثم العظم أي فرط صاحبه باش يعالجه باش يجبره، فجبر على غير استواء. واضح؟ وغيرها شعبان، فكل علم سليمان إلا حسان. هنا العلماء صار بينهم حوار في حسان، اختلفوا في كلمة حسان، نحا اختلفوا في حسان هل هي من الحسن أو هي من الحس. فهنا يجوز صرفه ويجوز عدم صرفه، لأن لهذا عند إيش قول في أصل في أصله في جذر الكلمة، هل هي من الحس أو من الحسن؟ إذا كان من الحس هذا يمنع من الصرف، وكان من الحسن يصرف. زي اللسان، تو لسان هذا العضو أداة النطق في الإنسان، هذا ممنوع من مصروف، وهذا لسان عربي مبين. خير يقول واحدة هذا علم ونهاية ألف ونون، قال لا لأن النون هذه إيش النون أصلية لسنا عدي القواميس
ابحث في لسان تلقى ماده الاسمنة. واضحوا؟ فانا اذا كانوا الالف والنون زائدتين يخش معنا، يعني مش من اصل بنيه الكلمه، وكانوا اصليات ما تخش معنا. هذه العالميه وزياده الالف والنون، سليمان، عثمان، رمضان، شعبان، كل ممنوعات من صرف. لماذا؟ لسببين، للعالميه وزياده الالف والنون. كذلك رقم ستة، العالمية والعدل. العالمية والعدل، وفي عدل تحقيقا وفي عدل تقديرا، ويجي في الصفات ويجي في الأسماء، لكن احنا بناخذ العدل اللي هو يجي في الأسماء في الأعلام. باقي العدل شنو هو العدل في اللغة العربية؟ وزارة العدل. قال لا، العدل راه مصطلح في اللغة، في النحو، غير اللي انتم تفهموا في الواقع العام وفي الوزارات وفي غيرها. لا، العدل في النحو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. العدل عند النحاة تحويل الاسم، العدل تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي للكلمة. هذا العدل، وفي عدل تقديري وفي عدل اللي هو تحقيقي، تو بناخذوه في الصفات هذيك، فعالة ومفعل إلى آخره، في العدد وفي غيره. ما نسبقوش الأحداث، احنا ما نسبقوش إلا، واضح الأمر. فاحنا عندنا رقم ستة مما يمنع من الصرف للعالمية، ومع مانع آخر في مانع اسماء العدل. وهذا يأتي في الأسماء ويأتي في الصفات، وفي هذا القدر كفاية، وسنكمل بقية الموضوع أو الدرس في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في يوم الأحد المقبل إن شاء الله تعالى. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأشكر قناة التناصح الفضائية على نقلها هذه المعلومات والجزئيات لطلبتنا وطالباتنا وهم في الحظر والحجر. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يرفع عن بلادنا الوباء والحروب والكروب والنزاعات والفتن، وأن يمن علينا بالأمن والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوب الليبيين. اللهم ألف يا ربي بين قلوب الليبيين، وأصلح ذات بينهم، واصرف عن قلوبهم يا ربي الغلة والحقد والضغينة، واجعلهم يا ربي يقدرون وطنهم ويقدرون مصير أجيالهم، ويبتعدون عن الحروب وإراقة الدماء. اللهم يا ربي احقن دماء الليبيين، واجمعهم على كلمتي الحق والدين. اللهم عجل يا ربي بحقن دماء الليبيين شرقا وغربا ووسطا وشمالا وجنوبا، وألف يا ربي بين قلوبهم، واجمعهم على كلمتي الحق والدين. اللهم يا ربي ارفع هذا الوباء وهذا المرض عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وعن الجمعية وعن البشرية جمعاء. وفي الختام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان.